السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2.2. بإذن الله سنتعرف اليوم على درس الإعلانات المتحركة. أهداف الوحدة: مفهوم الإعلان وأهميته، أنواع وسائل الإعلان وأهميته، أنواع وسائل الإعلان التجارية، مواصفات الإعلان الفعال، أنواع التصميم الرسومي، مبادئ التصميم الرسومي، أهم عناصر التصميم الرسومي، وأهم أشكال التصميم الرسومي، بالإضافة إلى أدوات التصميم الرسومي والاختلافات بين الرسومات المتجهة والرسومات النقطية. أيضاً أهمية وجود الشعار في الإعلان، وتصميم شعار باستخدام برنامج إنكسكيب، وتصميم ملصق إعلاني باستخدام برنامج إنكسكيب، بالإضافة إلى تصميم إعلان متحرك باستخدام برنامج الجيمب. الأدوات: برنامج الإنكسكيب والجيمب وصور مايكروسوفت. بإذن الله درسنا اليوم تصميم إعلان متحرك باستخدام برنامج الجيمب. سؤال: أين تشاهد الإعلانات الإلكترونية بكثرة؟ أيهما يجذب انتباهك أكثر، الإعلانات المطبوعة أم الإعلانات المتحركة على الشاشات؟ برأيك هل الإعلانات المتحركة تضيف لمسات جمالية للمواقع أو عكس؟ في درسنا اليوم سنتعلم كيفية إنشاء إعلان متحرك باستخدام برنامج الجيمب يتضمن الشعار الذي أنشأته سابقاً بواسطة برنامج الإنكسكيب. تعلمنا في الدرس الماضي الملصقات الإعلانية تستخدم بشكل أساسي، الملصقات في المعارض وتنبع أهميتها باعتبارها وسيلة إعلانية تبرز الأعمال الخاصة في المعارض والمؤتمرات. أيضا تعرفنا أن هناك أنواع الملصقات الإعلانية، الملصقات التي تستخدم في تسويق المنتجات أو الخدمات، والملصقات الإعلانية الخاصة بالمناسبات المختلفة وما شابهها. إذا لتصميم ملصق إعلاني نقوم بفتح برنامج الإنكسكيب من قائمة ملف، نقوم باختيار Document Properties من نافذة Document Properties، نختار Display، نقوم بإعداد حجم الصفحة Format A4. بعد ذلك تعلمنا في الدرس الماضي طريقة إدراج الصورة من قائمة File Import، نقوم بالضغط على الصورة المراد إدراجها في البرنامج، بعد ذلك Open امتداد الصورة JPEG، بعد ذلك الضغط على OK. أيضا تعرفنا في الدرس السابق على طريقة إدراج العنصر في برنامج الإنكسكيب من Toolbox صندوق الأدوات، نقوم باختيار أداة العنصر أداة المستطيل، بعد ذلك نقوم برسم المستطيل بحيث يغطي ثلثي الصفحة تقريبا، بعد ذلك نقوم بتغيير اللون من قائمة Object Fill and Stroke، نقوم باختيار الألوان أو ضبط إعدادات الـ HSLA الإضاءة والتشبع ليظهر لنا اللون الأخضر. أيضا تعرفنا في الدرس الماضي تحويل العناصر إلى مسارات من قائمة Select Tool، نقوم باختيار أولا Path Object Path، بعد ذلك نقوم بالضغط على أطراف المستطيل لتظهر لنا العقد، نقوم بتحريكها ليظهر شكل المنحنى بهذا الشكل. إذن لتحويل العناصر إلى مسارات نقوم بتحديد العنصر، بعد ذلك Path، نقوم بالضغط على أطراف المستطيل لتظهر لنا العقد، نقوم بتحريكها، نقوم باختيار المنحنى المناسب،
بالضغط على العقد ليظهر لنا بالشكل المنحنى. أيضا تعرفنا في الدرس السابق على منحنيات بيزير، سنضيف الآن صورة التمور ثم ننشئ خطوط منحنية باللون الأبيض حولها من خلال استخدام أداة منحنيات بيزير. إذن سنقوم بإضافة، نقوم بالضغط على منحنيات بيزير، نقوم بالضغط في البداية والضغط دبل كليك في النهاية لنقوم برسم منحنى بيزير. نقوم بالضغط على أطراف الخط الذي قمنا بإنشائه لتظهر لنا العقد، ونقوم برسم المنحنى أو الخط الأبيض حول صورة التمور. إذن لإضافة منحنيات بيزير، أولا نقوم بإدراج صورة التمور من فايل إمبورت، نقوم بإضافة صورة التمور، بعد ذلك نقوم بإضافة أداة منحنيات بيزير، نقوم بالضغط في البداية ودبل كليك في النهاية، نقوم بإغلاق المنحنى، بعد ذلك أداة التحديد، نقوم باختيار الشكل المناسب للمنحنى. بعد ذلك تحريك العقد يظهر المنحنى بالشكل المطلوب. إذن ظهر المنحنى بالشكل المطلوب حول صورة التمر. أيضا تعلمنا في الدرس السابق نسخ ولصق العنصر. إذا لتكرار الخطوط المنحنية نقوم بنسخ ولصق المنحنى عدة مرات من خلال تحديد المنحنى والضغط على كبي أو نسخ، بعد ذلك نقوم باللصق عدة مرات. إذا لنسخ ولصق العنصر نقوم بتحديد المنحنى الذي أنشأناه عن طريق منحنيات بيزير، بعد ذلك الضغط على الزر الأيمن كوبي، بعد ذلك بيست. الآن نقوم بتحريك المنحنى بالشكل المطلوب ليظهر بهذا الشكل. يمكنك تعديل منحنيات حسب التفضيل. إذا لنسخ ولصق العنصر نقوم بتحديد شكل المنحنى بالضغط على الزر الأيمن كوبي، بعد ذلك بيست. نقوم باللصق عدة مرات ليظهر بالشكل المطلوب. بإذن الله في درسنا اليوم سنتعرف على الإعلانات الإلكترونية المتحركة أو اللافتة الإلكترونية المتحركة، وهي تستخدم في الحملات الإعلانية وبكثرة في مواقع الإنترنت، فهي تعطي لمسات جمالية للمواقع. يمكن تعريفها على أنها عبارة عن إعلان يتم إيصاله خلال الشبكات العنكبوتية العالمية ويحتوي على مجموعة صور متحركة. إذن لتعريف الإعلانات المتحركة أو اللافتة الإلكترونية المتحركة، هي عبارة عن إعلان يتم إيصاله عبر الشبكة العنكبوتية، وهي عبارة عن مجموعة من الصور المتحركة. لتصميم الإعلانات المتحركة سننشئ لافتة إلكترونية متحركة تتضمن الشعار الذي أنشأناه سابقا بواسطة برنامج الإنكسكيب. بعد ذلك باستخدام برنامج الجيم سنضيف بعض التأثيرات المتحركة إلى صورة التمور الموجودة في الشعار. إذا لإنشاء إعلان أولا سنستخدم برنامج الإنكسكيب، بعد ذلك سنقوم بتحريك الصورة عبر برنامج الجيمب. إذا في البداية سنقوم بإنشاء الطبقات في برنامج الإنكسكيب.
ستعرض الصورة المتحركة الشعار صورة التمور الذي أنشأناه في الدرس الأول، سنقوم بعد ذلك بتكبيره تدريجيا. ستكون هناك 4 صور مختلفة من الشعار، يكون فيها صورة تمور بحجم صغير، بعد ذلك متوسط وكبير وكبير جدا، بينما يظل الشعار ثابتا بنفس الحجم. إذا سنقوم بتغيير فقط صورة التمور بتكبيرها تدريجيا. إذا لتكرار الطبقة، في البداية نقوم بفتح برنامج الإنكسكيب، بعد ذلك ستظهر لنا صورة الشعار الذي أنشأناه مسبقا في الدرس الأول، بعد ذلك من قائمة Layer نقوم باختيار Layers and Objects. في تصميم الرسومات تعتبر الطبقات المستويات المختلفة التي يمكن فيها وضع عنصر أو ملف صورة. في برنامج الإنكسكيب بإمكانك إنشاء طبقات مختلفة عند تكوين صورة رقمية. في درسنا اليوم سنقوم بتكرار أو إنشاء عدة طبقات، بعد ذلك Layers and Objects نقوم بتسمية الطبقة Extra Large، بعد ذلك نقوم بتكرار الطبقة عن طريق الضغط على الزر الأيمن Duplicate Layer. إذا لتكرار الطبقة Layers and Objects، في البداية سنقوم بتغيير الاسم Extra Large، نقوم بالضغط على الزر الأيمن Duplicate Layered، تظهر لنا الطبقة الأخرى Extra Large Copy، النسخة من Extra Large. الآن بعد تكرار الطبقة سنقوم بتغيير حجم الصورة. في البداية سنقوم بإعادة تسمية الطبقة إلى Large بالضغط على الزر الأيمن، بعد ذلك من القائمة نختار Image Properties أو خصائص الصورة، نقوم بتغيير البعد والعرض والارتفاع. إذن بالضغط الزر الأيمن على Image من Image Properties، هنا الأيقونة تدل على أن الصورة مرئية Visible، عند الضغط عليها تكون invisible أو غير مرئية. إذا نقوم بإعدادات الطول والعرض، نقوم بتغيير المقاسات. طبعا هنا الصورة هنا واضحة لأنها visible، نضغط على صورة العين هنا لجعلها غير مرئية أو invisible. إذا لتغيير حجم الصورة نقوم بتغيير التسمية من Extra Large Copy إلى Large، نقوم بالضغط على الصورة الزر الأيمن Image Properties، نقوم بتغيير الأحجام. نقوم بتغيير العرض إلى 30 والطول إلى 30 أيضا. نقوم بجعل Extra Large غير مرئية. أيضا سنقوم بتغيير حجم الطبقتين الأخريين المتوسطة والصغيرة Small وMedium عن طريق تكرار الطبقة Extra Large وتعيين الأبعاد التالية. أبعاد الطبقة المتوسطة العرض 20 والارتفاع 20، بينما الصغيرة العرض 20 العرض 10 والارتفاع 10. في النهاية سنصدر 4 طبقات من الصور، صغيرة، متوسطة، كبيرة وكبيرة جدا. إذن للحصول على 4 صور من الطبقات سنقوم بتكرار الطبقة Extra Large وتغيير المسمى إلى Medium، بعد ذلك نقوم بتغيير العرض والطول. نفس الطريقة نقوم بتكرار الطبقة Extra Large وتغييرها إلى Small وتغيير العرض والطول إلى 10. إذن للحصول كما ذكرنا سابقا سنقوم بتغيير أحجام الميديوم إلى العرض والطول إلى 20، بينما Small
الطول والعرض إلى 10. بعد ذلك لابد من أن أتأكد جميع الطبقات بالترتيب الصحيح small, medium, large, extra large. بعد ذلك سنقوم بتصدير الصور، كل صورة أو كل طبقة كصورة مختلفة بامتداد جي بي إي جي. لنحصل على 4 طبقات من الصور small, medium, large واكسترا لارج. إذن للحصول على 4 صور من الطبقات نقوم بتكرار الطبقة اكسترا لارج، نقوم بتغيير المسمى إلى ميديوم، بعد ذلك نقوم بتغيير إعدادات الصورة، وتغيير العرض والطول إلى 20 في الميديوم. بعد ذلك نقوم بتكرار الطبقة إكسترا لارج دوبليكيت لاير، نقوم بتغيير الاسم إلى سمول، بعد ذلك إعدادات الصورة، نقوم بتغيير الحجم وإحداثيات الإكس والواي. العرض 10 في السمول والطول 10. بعد ذلك سنقوم بتصدير كل طبقة كصورة منفصلة. فايل، إكسبورت، Export Selected Only. سنقوم بتصدير كل طبقة، نضغط على زر Export Selected Only فقط اللي تم تحديدها هنا Small، نقوم بامتداد نحفظها بامتداد JPEG، بعد ذلك Export. وبنفس الطريقة نقوم بحفظ بقية الطبقات. File Export Export Selected Only. بعد ذلك نقوم بتغيير الاسم من Small إلى Medium، نقوم باختيار الامتداد JPEG، أيضا Large، فايل، نقوم بتغيير الاسم إلى لارج وتغيير الامتداد إلى جي بي إي جي، بعد ذلك إكسبورت. أخيرا الطبقة الأخيرة إكسترا لارج، فايل إكسبورت، نقوم بتغيير الاسم إكسترا لارج وتغيير الامتداد، بعد ذلك إكسبورت. الآن تم حفظ الصورة في برنامج الجي بي جي، في برنامج عفوا الإنكسكيب بامتداد جي بي جي على شكل طبقات، 4 طبقات. سنقوم بتصديرها إلى برنامج الجيمب على شكل طبقات ليتم إنشاء إعلان متحرك أو صورة متحركة. نشاط: صل العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. أولا برنامج الجيمب، برنامج الإنكسكيب، الإعلانات المتحركة عبارة عن إعلان يتم إيصاله من خلال خادم إعلانات عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، ويحتوي على مجموعة صور متحركة لإضافة بعض التأثيرات المتحركة إلى الصور لإنشاء طبقات مختلفة من الصور بأحجام مختلفة. ممتاز، برنامج الجيمب لإضافة بعض التأثيرات المتحركة إلى الصور. ممتاز، برنامج الإنكسكيب لإنشاء طبقات مختلفة من الصور بأحجام مختلفة. ممتاز، الإعلانات المتحركة هي عبارة عن إعلان يتم إيصاله من خلال خادم إعلانات عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، ويحتوي على مجموعة صور متحركة.
إذن تعلمنا في هذا الدرس الإعلانات المتحركة، وهي عبارة عن إعلان يتم إيصاله من خلال خادم إعلانات عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، ويحتوي على مجموعة صور متحركة. أيضا تعرفنا على تصميم الإعلانات المتحركة وإنشاء الطبقات في برنامج الإنكسكيب، وتكرار الطبقة وتغيير حجم الصورة. تقويم ختامي، اشرح المقصود بالإعلانات المتحركة ومتى يفضل استخدامها كوسيلة إعلانية. شكرا لكم على حسن المتابعة.